لا انت ما اخترتي، نحن جبرناكي تختاري. مصطفى كيشي بيناتنا انتهى، خلاص انتهى. ومشان يرتاح ضميرك انا ماني زعلانه منك، بس بدي منك تتركنا بحالنا، بكفي اللي صار لو سمحت. تعالي معي. كريم شو عم تفكر؟ فاطمة بتكون سامحتني أمي، طبعا قصدي ليش لا؟ ليش هي ما قالت لك هالشي؟ ما بعرف، أنا ما سألتها السؤال، خايف من جوابها. بس هي قالت لك إنها بتحبك، ما هيك؟ قالت لي في شخصيتين لكريم بحياتها، وهي عم تقول لواحد منهم بحبك. طيب التاني كريم القديم رح تسامحه؟ وإنت؟ اللي بصراحة قدران تغفر له لكريم القديم؟ صدقيني أنا رح ضل عايش على أمل إنك تسامحيني بيوم من الأيام، ورح ضل إلك سامحيني مليون مرة لحتى عيونك تغفر لي وما تهرب مني، ورح أترك لك هالمصاري لتكملي حياتك فيها لأن أصلاً مو من حقي. وياريت لو تقدري تسامحيني وتقدري تصدقيني، ياريت الوضع كان مختلف عن هيك. فاطمة أنا رح ضلني عايش على أمل إنك تسامحيني، وما رح يأس أبداً بخاطرك. ما قدرت روح يا عمري، ما تحمل. وين ما بروح بشوف فاطمة قدامي. لما بعدت عنها حسيت حالي ضايع، حاولت انه ابعد عنها بس ما قدرت على هالشي. كريم بظن انه انا بحبها لفاطمة. صار لك زمان هون؟ صار لي ساعتين تقريبا. أمي وينها؟ رجعت على البيت، نزير بيك وصلني لهون ورجعها معه. أبي وينه؟ ماني شايفه. رح من بكير ليرتاح شوي، لا تاكل هم. ما كان بده يتركك، أنا أقنعته. عملتي منيح. كيف صرت هلأ؟ تمام. انبسطت لما لقيتهم طلعوك من العناية. هلأ حكينا مع الدكتور وقال إنك تجاوزت مرحلة الخطر وراح تكون منيح. فاطمة أنت منيحة؟ لا تأكل همي، أنا منيحة. صار لك كم يوم معي بالمشفى هون؟ إيه بس أنا كتير مبسوطة. كنت ارتاحي لك شوي بالبيت، أمي كانت بتضل عندي. معقول اتركك كريم؟ لا تزعلني منك. ما تعبتي من القعدة على الكرسي؟ اشتكيت لك شي؟ أبوك حاطط لك حارسين على باب أوضتك، لهيك لا تخاف، ما حدا رح يسترجي يفوت أو يقرب منك. شوفي، زعلت على موت أمه لمصطفى.
صعب الواحد ما يشوف أمه بآخر لحظاتها. أنا بعرف هذا الشعور منيح، أنا عشته بس بشكل تاني. نحن ما كنا عارفانين إن أمه رح تموت. صحيح طلبت منك إنك تسامحيها، بتعرفي فاطمة هالصراع بيني وبين مصطفى ما رح ينتهي أبدا قد ما نسيته. كريم خلصنا من هالسيرة هلأ. لا أنا رح أنسى أنك كنت بيوم خطيبته، ولا هو رح ينسى أنه ضيعك من إيده. رح يجي يوم وننسى فيه، البني آدم بينسى، أنت رح تنسى وهو رح ينسى. كان في حياة مفروض تعيشوها مع بعض، أنت ما بتعرفي كيف كنتوا رح تعيشوا أنت وياه لو ما صار كل هذا الشيء، ولو ما مرقنا بكل هالشي اللي مرقنا فيه. أنتوا ما رح تنسوا، واللي بيناتكم ما رح ينتهي. فاطمة أنت مخبي شي جواتك. لا إمتى رح تضلك عم بتفكر هيك؟ المهم اللي نحن هلأ عم نعيشه هذا مستقبلنا ولازم نعيشه، لأنه نحن ولاد هاللحظة. لازم ننسى امبارح،